نقفل ده. وهنا انا كل اللي انا محتاجه، بصوا بقى لو احنا فتحنا الكلونر تمام هنلاقيه. نقفل نفتح تاني، هعمل سكيل محتاج بس ان هو يلف لانه متكرر في عكس اتجاه، متكرر في عكس اتجاه واي. فهروح للكلونر وفي ترانسفورم هوب او مرفعه 180. الترانسفورم ده بيعمل ترانسفورم على الكلونر ككل. افتكر العدد ده كفايه، بس لو احنا حابين نكمل هنروح في اوبجكت، ممكن هنا تقول له كاونت وتزود الكاونت او تقلله زي ما انت عايز. ممكن تقول له هنا حاجه اسمها ايفن، ودي يمكن احسن حاجه في انك انت توزع كلونرز على سبلاين بصراحه تمام. وافتكر 16 عدد مناسب يعني كويس. هنا سموز روتيشن عشان ياخد الكيرف لو في كيرف. النقطه الثانيه عايز اخلي الكلونرز دي هي مش راكبه هنا، لما تعمل كلون على اوبجكت تحرك الاوبجكت، فانا هروح كده واحرك السبلاين ده هو اللي ينزل تحت كده بس يبقوا بالشكل ده. النقطة التانية ودي الأهم، أنا عايز هنا أعمل زي قاعدة يعني ما يبقاش طالع كده يعني تمام. فأنا عايز أجي هنا وأروح للسلندر ورايت كليك وهاخد اللوب باف كات، وهاخد مثلا كات هنا كده وكات هنا وكات هنا مثلا سيلكت ولوب سيلكشن، وهاخد ده رايت كليك اكسترود واعمل له اكسترود كده مثلا، واللي فوق حاجه شبهه كده يعني مش حاجه بس يعني هتدي شكل ظريف. وممكن احنا كمان نروح لشيفت ونروح للبيفلز، وهروح هنا وهقول له بوينت 1 باي انجل انا افتكر كده بقى حاجة بالتحليل. استفدنا كتير النهاردة من حتة البيفل وتعلمنا كلام كتير في البيفل، وادي الشيب بتاعنا. هاخد طبعا محتاج ان انا انزل ده لتحت كمان شويه عشان تبقى كده، ومش عايز اقول ان انا محتاج اسكيله لجوه تمام يعني كده كويس. وممكن اروح للسيلندر نفسه و اسكيله كده بحيث يبقى هو ارفع بس، وكده الدنيا كويسه قوي. طب انا دلوقتي عايز المسمار ده فوق كل واحد من دول. النقطه الثانيه ودي الاهم بقى كمان، الاوتر دي انا هسميها البينز باص، اللي هي الباص بتاعت الحاجات دي العمدان دي تمام. وده هسميه البينز كلونز، ودي الهولدر، ودي كده الدنيا بتاعتنا. وخلي دي كده تحت، البين باص ده خليه فوق. هاخد الاوتر تاني، شوفوا دي اشتغلنا عليها كم مرة تمام. كنترول اسحب بر. طب المرة دي هتعمل فيها ايه؟ المرة دي برضو هدلت الانر، هطلع دي فوق كده، هاخد الانر ده هو ابن حلال، سيلكت سيلكت كونكتد. طب انا بعمل سيلكت كونكتد ليه هو اصلا معمول له كونكتد؟ معلش سرحان اخر الليل. كنترول اس، انا كل ده ما عملتش سيف وممكن اعيط في الاخر، فهقول له ده اكس بروجكت. نيجي هنا و ناخد ده
فل. طيب لو قفلنا الكلونر ده شوية، وده السلندر، هو كده كده مش هيفرق احركه يمين شمال، مش هيفرق. فين المسمار؟ او ده المسمار، هناخد المسمار جوه السلندر وهعمله كده. خلوا بالكم بس من اللي حصل، انا خدته جوه السلندر تمام، والسلندر معاه بيفل، يعني خدت ده جوه السلندر والسلندر معاه بيفل، هل صح مش صح؟ طلع ده بره، انا عايز دول وحده واحده، الكلونر يكرر الاتنين مع بعض. خد الاتنين دول حطهم الت جي تمام. تعالى هنا بقى، هات البولت ده ارفعه فوق. كل اللي بيحصل ده على فكره بيقبضت في الكلونر على فكره، عشان تبقى عارفين بس كده. و نسكيله كده، افتكر كده كده اهو، الله ينور. كنترول اس ايوه ماشي. بس فين بقى دي؟ دي على طول هيخش لها اكسترود، نفس الحركة، صفر. افتكر 1.5 سم كفاية، لا كتير، 1 ظريف قوي وجميل قوي، بس انا عايز المسامير دي رابطة فوق ده، ومش عايز بقى يعني بجد مش عايز ازود الموضوع، لان ممكن اقول نحفر هنا بس عشان ما نضربش تمام. فانا عايز ده انزل تحت كمان سنة سنة كمان بس، جميل. ده كده رابط فوق دي. طب لو انا قفلت بس الاكسترود ده شوية، هلاقيه لسه دي كده مفكوكة. طب انا عايزها تتربط تمام، بسيطة قوي. روح هنا اقفل الكلونر ده، وهات الكام بوينت اللي فوق دول، هو ليه مهيس؟ افتكر كده الدنيا تمام، ولو عملنا ده كده هنلاقي الموضوع ظريف. نيجي لده، وكالعادة Alt G Shift، احط له بيفل، ما ننساش في الكابس كريت ده، القيم دي باختيارك على فكرة، براحتك تمام. بالمنظر ده، ده هو هنسميها اكس جلاس، اكس جلاس، نطلع بدي فوق، ويبقى كده دنيتنا كلها متظبطة. ناخد الاستروكس دي كمان احطها فوق، مجرد ترتيب تمام ليس إلا.
جميل جميل كده، احنا عملنا ممكن نعمل حاجة حلوة قوي في الاكسترود ده. تمام، في الاكسترود بتاع الاوتر رايت كليك وهقول له current state كنترول واحطه في الباك اب وهاخد ده select loop واخد اللوب ده، او لو باص وادي واحد وادي التاني وادي التالت، وهقول لكم التالت ده بقى تحديدا التالت ده هقول لكم انا قاطعه ليه. على كل هاخد سيلكت لوب سيلكشن تاني وهاخد ده مع ده دول مع بعض رايت كليك اكسترود انر واخدهم لوبس لا مش انت اكسترود على طول لجوه. تمام مش يعني حاجة كده جميل. تعالوا بقى لإيه سيلكت لوب تاني بس المرة دي على الإيدجز وهاخد دول، شايفين الإيدج دي؟ أنا هاخد دي، خدت الإيدج دي هروح لتولز آسف مش كوماندز إيدج تو سبلاين، خد السبلاين ده بره. بعد كده هناخد سيركل بوينت 2 ناتشرال على طول كده عشان ما ايه، هو ده نفس الموضوع ناتشرال، والاتنين هنحطهم جوه سويب نربص بالشكل ده كده. و هناخد ده يبقى للاسف انا خدت السبلاين الغلط تقريبا، فانا هعمل بوينت 2 هطلع البينز ده، انا خدت البينز المفروض اخد ده، معلش انا اسف، ناخد ده كده بالظبط، دي هتبقى بوينت 1 وافتكر ان السبلاين محتاج انه يبقى ناتشرال يونيفورم تايب. افتكر يونيفورم مش عارف. طب سب ديفايدد ابن حلال يونيفورم مش هنقول لا. جميل، ده السويب، وكالعاده السويب ده برضو هشتغل على الحركه بتاعه، بس في الكابس انا مش محتاج كابس على فكره للسويب ده، لان السويب ده مقفول على بعضه، ف يعني مش افتكر هتدي انيميشن شكله ظريف. ده هنسميه اكس اوتر سايد استروك، اكس اوتر سايد استروك، خلي الاستروكس دي مع بعضها. تمام، وكنترول اس كده احنا خلصنا اصلا المين موديل بتاع الاكس، يعني كده احنا تقريبا ما عندناش شغل تاني في الاكس نفسها يعني. تمام، الاول انا عايز اجي هنا واخلي عدد الفريمات دي 200، ممكن ما استخدمهمش بس هيبقوا موجودين. تمام،
ده المحاضرة طلعت غير بتاعة الفيس أصلا. طيب هروح هنا و عايز أزود العدد عشان يجيلي حاجات في الكورنرز، بس كده هو أنا عايز ده هنا، عايز منظر شكله حلو كده يعني. كده الدنيا جميلة حلو، نبدأ نشتغل على الانيميشن. مبدئيا انا هحرك باكتر من كاميرا، يمكن معلش الورشة دي تبقى تقيلة شوية في الموضوع ده، بس هنستفيد منها كتير في اللي جاي. بما اني هحرك اكتر من كاميرا يبقى هشتغل على اكتر من فايل لسينما، كل فايل بكاميرا. في ممكن لو معانا ادفانسد يوزر برضو يقول لي انا هستخدم الستيج، تمام ماشي، بس مش عملي، تمام مش عملي حاجات كتير من ضمنها اللي هقوله دلوقتي. تمام نكريت او الكاميرا، والكاميرات ما بحركهاش على طول، انا باخد الاول بحط نال اوبجكت في وسط السين بتاعتي او في وسط التارجت بتاعي. في الحالة دي كنترول بس اس الاول، وهاجي هنا وفي توب انا عايز اسنترها هنا، هي دي هو ده التارجت بتاعي. تمام فهروح هنا وافتكر ان كده الكاميرا بتاعتي في اسف النال بتاعي في مكان مظبوط. هنسمي، لان هقول ان ده كاميرا درايفر، و هحط كاميرا ولتكن انا هتحرك من اول هنا كده. تمام هحط الكاميرا، هكليك التارجت بتاع الكاميرا، خد الكاميرا حطها جوه الكاميرا درايفر. اصبحت انا كده عندي كنترولز، لو انا قلبت اكس واي زد عندي بقى كنترول، عندي ان انا اشتغل الف براحتي، عندي ان انا العب بالكاميرا براحتي زي ما انا عايز. فانا هاجي كده، الجميل بقى ان انت الانيميشن بتاعك واللوجو بتاعك مش مكشوف، يعني اللي بيتفرج هو مش عارف ده ايه، يعني هو انت جوه حاجه بس انت جوه ايه هو ما يعرفش. تمام فده الظريف في الدنيا بتاعتنا. وكده كده ده هيبقى هنشوف هنحط ايه في الباك جراوند. تمام بس انا هاخد الستارت بتاعي وليكن من اول هنا مثلا، وهبدأ الانيميشن بتاعي ان انا هرجع بالكاميرا لورا، بس انا عايز دي تكون كده لغاية ما ينزل لي ده بالظبط، بس انا عايز ده بره، وعايز ده يكون كده، وعايز ده يكون كده. بعد كده كي فريم كل دول، مجرد ما تضغط على النقطة دي انت كده ثبت الكي فريم ده. انا عايز في خلال حوالي 4 ثواني تقريبا ماشي اكون ايوه جيت بده كده وعليت بده كده. تمام و انا عايز اظبطها بقى ايه، رجعنا كده اهو. تمام و انا المفروض ارجع بالكاميرا نفسها ورا، بس الاول انا هثبت دول. يبقى انا كده الاول خدت حركة زي دي. تمام انا كده خدت حركة اوبس، واخدين بالنا من دي بقى،
تمام؟ ببساطة سيبك انت ظبطت انيميشن دي خلاص، كل بس الحكاية انزل بكاميرتك تحت سنة، هو ده اللي انت محتاجه، تمام؟ بس كده انت الدنيا بتاعتك ماشية سموز وتمام. بس الفكرة انا عايز اطلع الكاميرا بتاعتي بره، هاجي المرة دي على الكاميرا وهريح دماغي من الكاميرا، واقوم عامل ضاغط على الزرار ده اللي هو الاوتو كي. اوتو كينج معناه ان اي حركة هتعملها في الكاميرا هتتسجل، تمام؟ فانا عايز لفريم 140، لان دايما بحب الكاميرا ترجع بعد السكندري انيميشن. انا هنا بقى خلي بالنا ان انا هنزل كاميرتي تحت لانه عشان ما تخبطش في ايوه بالظبط كده، عشان ما تخبطش في دي. جميل كده، بس لغاية كده. لو جينا نبص في حاجة مهمة، أنا عايز أبعد، أيوة بالظبط كده، دي نقطة. النقطة التانية النل نفسه أنا عايزه يتحرك أسرع من كده عشان يكون تمام. دي حاجة. في حاجة كمان عايز أروح للكاميرا وأفضل وأنشط الأوتوكي، بس خلي بالك أنا هنشط الأوتوكي وأنا على نفس الكي أهو. خد الاوتو كي ده وزق الكاميرا دي لجوه شويه، لسبب لان النل ايوه كده بالظبط، عشان اكون جيت عند الانابيب دي. تمام، نشوف كده حركتنا تاني. فل كده عندنا اول كاميرا، تمام، اللي هي دي. ده البروجكت الرئيسي بتاعنا. خلي بالك انت كده ظبطت حركة كاميرتك او الانيميشن بتاعك بتاع اول كاميرا، تمام. حلو قوي، نيجي هنا. هي دي الاوتر في الانر. لو رحنا هنا وعملنا رايت كليك لوب باس كات، و عايز اطلع بره الكاميرا الاول. وفي نقطة بقى مهمة دلوقتي، انا مش عايز ابقى جوه الكاميرا علشان ما نبهدلش الدنيا، بس انا عايز اروح هنا وعايز احط كات هنا، تمام. سيلكت لوب سيلكشن وسيلكت اللوب ده، تمام. مش كوماندز ايدج تو سبلاين، تمام. ده هطلعه فوق الانر، بس ان انا كده كده عايزه في الانر، تمام. واروح للموف تول، مش سنتر اكسس، سنتر اكسس 2، تمام. وعايز اطلعه فوق شويه بالظبط، يعني حاجة زي كده، تمام. معرج اوبجكت يونيفورم، يمكن ناتشرال، افتكر يونيفورم هتبقى احسن، تمام. بالشكل ده هناخد حتة السيركل دي، اي سيركل هناخدها كده بره، و Alt Sweep وناخد ده معاها كده. السيركل دي هتبقى 0.1،
مش عارف سب ديفايدد او ادابتف. سب ديفايدد انا عايز الاحسن. يونيفورم ده هنسميه ال inner stroke. ده ال inner stroke، هناخد inner stroke هنحطه فوق. تمام، كنترول اس، لان انا مش عايز الكاميرا تعدي على الجروف ده وهو فاضي. inner stroke ده احنا مش هنحط عليه، مش هنعمل فيه انيميشن، احنا هنسيبه كده بس. انا حاطه وهتشوف انا حاطه ليه. كده احنا خلصنا الانيميشن بتاع الكاميرا دي. تمام، زي ما قلت انا برضو لسه مش عايز احرق اللوجو بتاعي. تمام، هاخد حركة لكاميرا تانية. اولا انا كده خلاص تمام. هعمل فايل سيف از، ودي هنسميها x project underscore inner camera 01. خلاص دي كده الانر كاميرا 01. تمام، ده هيثبت على كده، مش هتيجي جنبه. خلاص، بس المفروض نعمل حاجة قبل ما نسيف، قبل ما نعمل السيف ده المفروض نشتغل على التكتشرز الأول وبعد كده نعمل السيف. طيب، مبدئيا أنا عايز اللوجو ده في أرض إلى حد ما طينية رملية، يعني حاجة كده. فهاجي على اللاندسكيب ودبل كليك، ودي هنسميها الجراوند. دبل كليك على الجراوند، وانا عندي هنا مجموعه ماتيريالز اسمها ار تي دي، اللي هي ريل تايم ديسبليسمنت. الماتيريالز دي او التكتشرز دي انا هرفع لكم منها الفايلات يعني اللي هنستخدمها في البروجكت، بس تعملوا حسابكم ان فعلا فعلا حجمها كبير، لان هي هاي كواليتي بطريقه بشعه. اولا هي مقاسها بالسنتي، فهي فعلا تقيلة. ماشي، فهاخد اول حاجة في color، هروح اعمل براوز، افتكر هو واخد وقت لانه هو هيروح على يو اس بي درايف. فعلا راح على اهي، هي دي الار تي دي، عندي منها كذا كوليكشن. هي فيري 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 للصبح، يعني very high quality فعلا للصبح. حاجة زي دي مثلا، عايز بس اجيب حاجة تكون مناسبة للي انا عايز اعمله. حاجة زي السويل، سويل ده الرمل. انا عايز اوريكم بس فعلا منظرها عامل ازاي. اتفضلوا، ده منظر التكتشر اللي احنا هنحطها. حاجة يعني ملهاش حل، يعني لو وريتكم حتى كذا بريفيو للسويل، يعني زي ما انتم شايفين ممكن يقلب تلج مجرد بس تغير الكالر. كمان دي شوية ديمو عشان تبقوا شايفينها برضو. لو تمام، هنعمل احنا حاجة شبه كده حالا. هاجي هنا عندي كذا حاجة، هقول دول كلهم بقى بيروحوا فين. اولا انا عندي الكلر، لو خدت بالك دي كام، 270 سنتي، يعني الماتيريال دي حجمها 2 متر، الدايمنشن 6000 في 6000. تمام، فانا هاخد دي 6 كي يعني 6000، دي 8 كي يعني 8000، دي 4 كي يعني 4000، وهكذا. تمام، هناخد الكلر كي، هيقول لي اعمل كوبي للفايلات دي، هقول له مش دلوقتي. طب مبدئيا انا عايز الاول
اخد الجراوند تيكتشر واحطها على ده. الجزء التاني نكمل التيكتشرين.